اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي كالمعتاد باهم الاخبار اللي موجوده معانا. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد بالامس اختبارات كشف الهيئه لطلبه الاكاديميه العسكريه المصريه والكليات العسكريه بمقر الكليه الحربيه، وناقش سياده الرئيس الطلبه المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا المحليه والاقليميه والدوليه للوقوف على مدى ادراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي. واشاد سياده الرئيس بمستوى الوعي اللي اظهره الطلبه ومدى استيعابهم لما تقوم به الدولة المصرية من جهود في كافة المجالات والقضايا. كمان من ضمن الأحداث اللي حصلت امبارح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجرى جولة تفقدية في المتحف المصري الكبير لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع والتعرف على سير التشغيل التجريبي لعدد من أقسام المتحف. رئيس الوزراء أكد أنه هيتابع بشكل أسبوعي ما يتم إنجازه من أعمال خلال الفترة القادمة لافتتاح المتحف بشكل كامل في أقرب وقت. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية، وناقش الرئيس الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا اللي بتدور محلياً وإقليمياً ودولياً للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي، مشيداً بمستوى الوعي اللي أظهره الطلبة ومدى استيعابهم لما تقوم به الدولة المصرية من جهود في كافة المجالات والقضايا. امبارح أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جولة تفقدية في المتحف المصري الكبير لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع والتعرف على سير التشغيل التجريبي لعدد من أقسامه، وأكد رئيس الوزراء أنه هيتابع بشكل أسبوعي ما يتم إنجازه من أعمال بالمتحف خلال الفترة القادمة لافتتاحه بشكل كامل في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الدولة بتعتبر صرح ثقافي مهم سيعيد إظهار نتاج الحضارة المصرية وإرثها العظيم للعالم بصورة عصرية وجذابة. وامبارح وعقب تفقده المتحف المصري الكبير، توجه الدكتور مدبولي رئيس الوزراء لمنطقة مصر القديمة لمتابعة سير العمل بمشروع حدائق الفسطاط، وأكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة المستمرة لهذا المشروع المهم اللي بيستهدف تحويل منطقة الفسطاط لمتنزه بيئي وسياحي وثقافي أمام الزوار، بما تمثل الحديقة من إطلالة على تاريخ مصر لتصبح مقصد سياحي يعكس عراقة الحضارة المصرية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لفعاليات اليومين الثالث والرابع للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية أدكس 2023، تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التسليح. تناولت اللقاءات سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون في المجالات العسكرية المختلفة وزيادة آفاق الشراكة الاستراتيجية مع مختلف القوى العسكرية للدول الصديقة والشقيقة. امبارح أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن مصر بتجدد أسفها البالغ لكسر الهدنة الإنسانية اللي دامت أسبوع في قطاع غزة بفضل جهود الوساطة المصرية بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة. وقال ضياء رشوان في بيان له إن هذه الهدنة نجحت في إفراج إسرائيل عن 240 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحبوسين في سجنها مقابل الإفراج عن 81 إسرائيلي و22 شخص من جنسيات أخرى كانوا محتجزين في قطاع غزة. وعلى التوازي، نجحت الهدنة في توسيع وانتظام عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأشقائنا المحاصرين في القطاع. وأضاف رشوان إن مصر بتبذل حالياً أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت ومدها لفترات أخرى وصولاً للوقف الشامل لإطلاق النار لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين. أما بالنسبة لأبرز وأهم الأخبار اللي حصلت في محافظات مصر بالأمس، ففي محافظة إناء تم تسليم 100 مركب لصغار الصيادين لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وفي المنيا تم توقيع الكشف الطبي على 1762 حالة خلال قافلة طبية بمركز صملا. كمان امبارح في المنوفية تم الإعلان عن تطوير المناطق غير المخططة بجملة استثمارات 310 مليون جنيه، وفي بورسعيد تم زيادة المساحة المنزرعة بالأعلاف توصل ل 1019 فدان. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في قنا تم تسليم 100 مركب صيد لصغار الصيادين بالمحافظة، وده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الشرائح الأولى بالرعاية.
في البحيرة أعلنت المحافظة أنه تم العمل على تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة، وبلغ إجمالي الاستثمارات اللي جرى ضخها بقطاع الصحة خلال الفترة من 2014 حتى العام الجاري 3.3 مليار جنيه لتنفيذ 79 مشروع في القطاع الطبي. في الفيوم نظمت مديرية التضامن الاجتماعي قافلة طبية جديدة استهدفت تقديم الدعم الطبي لأربع قرى هي أبهيت والسلين وتوابع بندر سنورس بمركز سنورس وقرية عفيفي مركز طمية، وده بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة. في مطروح أكدت المحافظة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة قدم تمويل ل 1456 مشروع بتكلفة 144.5 مليون جنيه. وفرت المشروعات 4874 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وتنوعت المشروعات ما بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الإقراض المباشر، وذلك خلال الأربع سنوات الماضية. في الدقهلية تم البدء في تنفيذ القطاع الثاني والأعمال النهائية من مشروع الممشى السياحي الجديد على النيل بمدينة المنصورة بإجمالي طول 1250 متر لخلق متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية. وبتجري أعمال التنفيذ على مرحلتين، بدأت المرحلة الأولى بقطاع بطول 550 متر، والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر وبعرض يصل ل 14 متر، يضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشى الدراجات وألعاب الأطفال وممشى سياحي على النيل، بالإضافة لكورنيش ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية. في المنيا نظمت مديرية الصحة سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، وأسفرت نتائج القافلة الطبية بقرية طرفة بمركز سمالوط عن توقيع الكشف على 1762 حالة وصرف العلاج بالمجان. في المنوفية أكدت المحافظة أن الدولة حرصت على تطوير المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة، وبلغت جملة الاستثمارات في هذا القطاع في المحافظة 310 مليون جنيه، وده في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين. في الأليوبية افتتحت المحافظة وحدة قسطرة القلب والشرايين التاجية بسعة 13 سرير بمستشفى بنها الجامعي، وبتشهد المحافظة طفرة كبيرة بمنظومة الصحة لديها، وكان لها نصيب كبير في المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، وتم تطوير 5 مستشفيات مركزية بالمحافظة بتكلفة 1.5 مليار جنيه شمل المباني والتجهيزات الطبية. في بورسعيد أكدت مديرية الزراعة وصول المساحات المنزرعة بالأعلاف في المحافظة ل 1019 فدان، وبيتم زيادة المساحات يوماً بعد الآخر في أراضي الشرق وجنوب بورسعيد، واللي أثرت بشكل إيجابي على الزيادة في إنتاج المحاصيل الرئيسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الرز بالمحافظة.